مشاهدينا الكرام، من جائزة الشرقة للعمل التطوعي ننتقل معكم الآن إلى أيضا موضوعنا التالي، حيث تزامنا مع بدء الإجازة الشتوية تعمل المؤسسات على إعداد برامج تهدف إلى تنمية مواهب أبناء المنطقة واستغلال وقتهم بما هو مفيد. ومن هذا المنطلق أطلق نادي سيدات الشرقة وفروعه مخيم عجائب الشتاء، وذلك في 12 من شهر من حتى 18 من ديسمبر الجاري. التفاصيل في التقرير التالي. نظم نادي سيدات الشارقة فرح كلبا مخيما شتويا تحت عنوان عجائب الشتاء، يتضمن عددا من الفعاليات والأنشطة في برامج متنوعة التي تستهدف فئة الأطفال وتستثمر وقت فراغهم بما هو مفيد. تضمن المخيم ورشات متنوعة ومفيدة للأطفال الذين هم في سن الثالثة حتى السادسة، كورشة التلوين التي يتعرف الأطفال فيها على الألوان وطريقة التلوين الصحيحة، وورشة السحابة الماطرة إذ تعلم المعلمة فيها الأطفال بطريقة ترفيهية وتعليمية كيف تتكون السحب وكيف تتساقط مياه الأمطار من خلال الورشة التي يصنعون فيها أشكالاً مقاربة للسحب ولقطرة المطر. مخيم شتاء يضم مجموعة من الأطفال، طبعاً بيقدم مجموعة من البرامج، هو برنامج ترفيهي تعليمي بيقدم المعلومة للطفل في شكل ترفيه من خلال اللعب من خلال الورش. فمثلا اليوم كان عندنا طبعا مناسبة الشتاء، فصل الشتاء، كان اليوم عندنا السحابة الماطرة، هاي ورشة نعلم الطفل فيها أن الماء يتكون في السحب ثم يسقط إلى الأرض على شكل أمطار، وفي النهاية نستنتج أن الماء مهم في الحياة ويجب أن نحافظ عليه في عملية الترشيد والاستهلاك. وفي قسم آخر يستهدف الأطفال من سن السابعة حتى 12، يتضمن عدداً من البرامج التعليمية والثقافية والورشات الترفيهية والفنية، كتقديمهم لورشة جدارية تحت عنوان ندفات الثلج، وهو عمل فني مشترك لإظهار مواهب الأطفال في إنجاز جدارية فنية تبث روح التعاون فيما بينهم، وورشة أخرى يصنع الأطفال فيها مجسمات شتوية بطريقة فنية مميزة. الحمد لله احنا يعني كل موسم يكون فيه اجازات للاطفال او موسم نستقطب الاطفال ب يعني تكون مثلا يعني نسوي لهم مخيم كبير، مثلا الحين موسم شتاء، ف يعني الاطفال يسجلوا عندنا عشان يقضوا وقت ممتع، صقل المواهب، يكون فيه رسم، تشكيل، فنون، تصميم جداريات، في طبعا عده برامج تكون يقضي الطفل ساعات ممتعه عندنا. يهدف نادي سيدات الشارقة فرع كلبا إلى صقل مهارات الأطفال وتنميتها في فترة إجازة الشتاء واستثمار أوقاتهم بكل ما هو نافع من خلال تنوع البرامج والأنشطة التي يقدمها، وكذلك يهدف إلى بث روح العمل الجماعي. مشاهدينا الكرام، لإلقاء الضوء على هذا المخيم يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة صفية عثمان باروت، منسق في نادي سيدات الشارقة فرع مدينة كلبا. حياك الله ويانا أستاذة صفية، ومساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يا أهلا وسهلا. اليوم نتحدث عن هذا المخيم عجائب الشتاء، نتعرف شوي على تفاصيل هذا المخيم أستاذة صفية. مخيم عجائب الشتاء هو يعتبر من البرامج الموسمية اللي يقدمها نادي سيدات الشارقة فرع كلبا، خاصة مع بالتزامن مع إجازة المدارس في الفصل الدراسي الأول. مخيم عجائب الشتاء يقدم خدماته للأطفال من فتيات وأولاد، يستقطب الفئة العمرية من 3 إلى 16 سنة. طيب الأهداف المرجوة أستاذة صفية من هذا المخيم؟
الأهداف المرجوة من المخيم هي بالطبع بالمقام الأول تنمية قدرات ومهارات الأطفال، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، دعم لا محدود لنا نحن كمؤسسات، يهدف إلى الاستثمار في الإنسان، وكررها في أكثر من لقاء. صحيح. صاحب السمو كذلك سمو الشيخ جواهر دائما تردد وتأكد علينا بأهمية يعني توجيه الجهود وتأكيدها للمرأة والطفل بشكل. صحيح. عام. فكان هذا المخيم يعني باكورة هذه التوجيهات من عدة سنوات، مثل ما لاحظنا في التقرير يتم استقطاب الأطفال وتوزيعهم حسب فئاتهم العمرية. إذن يعني هذه أهداف بالفعل أستاذ صحيح كما ذكرت اليوم بتوجيهات صاحب السمو الحاكم وقرينة السمو الشيخ جواهر لتنفيذ هذه التوجيهات وتنفيذ هذه الأهداف، كيف تسعون إلى تنفيذ هذه الأهداف وتطبيقها في المخيم الشتوي هذا؟ طبعا المخيم الشتوي لا يأتي من فراغ، يتم عقد اجتماعات وتخصيص برامج محددة وأفراد لتقديم هذه البرامج، طبعا يتم دراسة البرامج أو الأنشطة اللي يتم تقديمها بما يتناسب مع تطلعات أو حاجات الأطفال دائما، كذلك البرامج يتم تصميمها لتكون متنفس للأطفال، يمزج ما بين المتعة والفائدة بنفس الوقت على اختلاف أعمارهم وتوجهاتهم. إذن يعني المراكز أستاذة صفية اللي سيتم فيها إقامة هذه الفعاليات، وكم مدة هذه أو هذه الفعاليات لتقام؟ بالنسبة للمراكز اللي تقدم هذه الأنشطة أو مخيم عجائب الشتاء، هو في نادي سيدات الشارجة وفروعه العشرة، نبدأ من ديد والمدام والمليحة والبطايح وادي الحلو كلبة وخرفكان ودبل حصن والحمرية. هل هناك عدد معين أستاذة صفية الاستقطاب في هذه الفعاليات؟ هل هناك يعني فئات عمرية محددة تم يعني الكشف عنها في هذه الفعاليات؟ بالنسبة للفئات العمرية نحن مثل ما قلنا نشاطنا بالدرجة الأولى موجه للمرأة والطفل. فنلاحظ أن الأطفال المتواجدين هم في الغالب أبناء عضوات موجودين عندنا. صحيح. ففي فترة الإجازة يعني يرغبوا في استثمار هذا الوقت، فيتم استقطاب الأطفال من الفئة العمرية 3 سنوات إلى 16 سنة بالنسبة للبنات، بالنسبة للأولاد يتم استقطاب الفئة العمرية من 3 إلى 8 سنوات. اليوم احنا في هذه الفترة أستاذ صفية ربما تكون هي في فترة بإذن الله التعافي من هذه الجائحة، ولكن ربما هناك بعض الإجراءات الاحترازية اللي تم اتخاذها وأخذ العين الاعتبار بها في تنفيذ هذا المخيم، فنتحدث قليلا عن هذه الإجراءات لنطمئن الأهالي. بالنسبة للإجراءات الاحترازية يعني اللهم لك الحمد دولة الإمارات من الدول السباقة في احتواء هذه الجائحة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية صار أمر إلزامي. بالنسبة للنادي أو الكادر كامل يخضع لعدد من الاشتراطات الاحترازية، أولها أنه يتم إخضاع الجميع لجرعة اللقاح اللي هو لقاح التطعيم والجرعات اللازمة للقاح، كذلك الإجراءات من الإجراءات الاحترازية اللي عندنا الفحص الدوري للكادر بشكل إلزامي يعني ممكن نقول أسبوعي. نعم. كذلك إجراءات التعقيم، يتم تعقيم القاعات وجميع الأدوات اللي ممكن يستخدموها الأطفال بشكل دوري على مدار اليوم. أنا ما أتكلم عن مرة أو مرتين. صحيح. النادي يستقبل الأطفال أو النادي يشتغل تقريبا ويستقبل الناس من العضوات وغيرها من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء، فهذا في منظومة وفي ناس مختصين للتعقيم بشكل إلزامي يوميا. يعني اليوم هو مخيم شتوي أستاذة صفية، بالتأكيد يضم العديد من الفعاليات في هذا المخيم، فما نوعية هذه الفعاليات التي ستقام في هذا المخيم؟ طبعا المخيم متنوع، أنا بتكلم عن فئة عمرية من 3 إلى 16 سنة. صحيح. يتم تقسيمهم الفئات العمرية على حسب فئاتهم العمرية في الأنشطة اللي ممكن تتناسب مع فئتهم العمرية. هذا شيء. الشيء الثاني البرامج أو المحتوى اللي يتم تقديمه متنوع بهدف مثل ما قلنا إثراء مواهب الأطفال
تنمية مواهبهم وقدراتهم الكامنة. يتم التنويع ما بين الورش الفنية في الرسم والتلوين، تكوينات لونية مثل ما شفنا في التقرير. نتكلم عن الورشة، نبدأ بالورشة عشان نجذب انتباه الطفل. ورشة يعني تتكون من أدوات يدوية وأشغال يدوية، وبعدين نتطرق إلى موضوع الأشياء العلمية أن كيف تتكون السحاب، وبعدين نختمها بنصيحة كيف نرشد استخدام المياه. كذلك في برامج أخرى تهتم بالرياضة والنشاط البدني، طبعا لأن نحن في إمارة الشارقة إمارة صحيح. صحية، فلازم يعني يكون يوميا يوجد نشاط بدني للأطفال، ألعاب حركية إدراكية، بالإضافة إلى البرامج اللي هي الفنية والتثقيفية. جميل، يعني ما شاء الله عدد كبير من الفعاليات والأنشطة. كما ذكرت أستاذة صفية هناك فئات عمرية مختلفة، فهل سيتم تقسيم هذه الفئات العمرية؟ بالطبع، يعني أنا البرنامج اللي راح أقدمه اليوم لطفل عمره 3 سنوات يختلف عن طفل عمره 10 سنوات أو بنت عمرها 16 سنة. فدائما يتم تقديم البرامج أو الفعاليات هذه بما يتناسب مع الفئة العمرية. صحيح. طبعا من خلال خبرتنا وتواصلنا مع الأطفال وأجيال ما شاء الله عندنا، قدرنا نعرف الأطفال بالضبط شو يحتاجوا أو شو تطلعاتهم، شو توقعاتهم للمخيمات. فلازم يكون عندنا عنصر التشويق إلى جانب عنصر اللي هو المتعة والفائدة. جميل، هذه الفئات العمرية بالتأكيد تحتاج إلى وجود الكادر، وأنتم ما شاء الله أهل لهذا هذه المخيمات وهذه الفعاليات، ولكن كيف تم تقسيم حتى الكادر، كادر التعليمي في هذه الفعاليات وفي هذا المخيم؟ بالطبع الكادر مؤهل بشكل صحيح. كامل يتم تأهيل الكادر باستمرار على مدار العام في دورات تأهيلية أو إعادة يعني لمواكبة التطور اللي صاير. الكوادر جميعهم مختصين في تقديم البرامج كل حسب تخصصه، فيتم احتواء الأطفال ممكن احنا نقول لتحقيق الأهداف من هذه البرامج. دائما يعني نحاول ان نقدم الأشياء اللي يحتاجوها الأطفال وتطلعاتهم، حتى في جانب مثلا على سبيل المثال في جانب الدورات أو البرامج الفنية، أنا ممكن أقدم نفس البرنامج بنفس العنوان لكن بمحتوى مختلف بما يتناسب مع مثل نقول فئة البنات أو فئة الأولاد أو فئة اللي هم تحت 6 سنوات أو فوق اللي هم 7 سنوات. دائما يكون العمل مرن بما يتناسب مع تطلعات الأطفال بالدرجة الأولى. صحيح. لتحقيق الفائدة لهم، يعني نحن نبغيهم يحبوا المكان، نقدم لهم المواد اللي هم يحتاجوها أو يتطلعوا لها. طيب أستاذة صفية، اليوم هذه المخيمات وجدت لتكون في فترة الإجازة المدرسية للترويح عن الطلاب والتخفيف عنهم، ولكن كيف تخدمهم في فترة الإجازة وكيف تخدمهم ما بعد العودة إلى الدراسة؟ بالنسبة للمخيمات طبعا مثل ما قلنا أن أهدافها هي تنمية المواهب، تنمية القدرات لدى الأطفال. في الفترة اللي هم يعني يقضوها معانا اللي هي فترة الأسبوعين أو 3 أسابيع معانا، نحاول أن نحقق لهم التطلعات اللي هم يبغوها، ونحقق لهم الفائدة والمتعة مثل ما قلنا، أنهم يستمتعوا بنفس الوقت يستفيدوا ويطلعوا بمعلومات ممكن تفيدهم في مسارهم يعني التعليمي أو حتى في حياتهم. اليوم أنا راح أقدم برنامج للطفل أو ورشة على سبيل المثال. الطفل إذا كان حاب الورشة يرجع البيت يكلم الأم مثلا، يكلمها يقولها إحنا خذنا كذا، استفدنا، تعلمنا عن مثلا السحب، عن الأمطار، عن غيره. فهذا الشيء يعني يدل على أنه فعلا الأطفال قاعدين يستفيدوا، وتنمية القدرات كذا. أيوة، تنمي قدراتهم. بعض الأطفال يعني من بعض المواقف الطريفة أن في معلمات من المدارس يتواصلوا معانا أن شو البرنامج اللي عطيته للأطفال الفترة الماضية، لأن مثلا أنا عندي طالب تكلم عن أنه تعلم سباحة أو تعلم ورشة أو تعلم، فهذا إذا دل يدل على أنه فعلا في فائدة، وكان هناك تعاون ما بين المدرسة وكذلك ما بين المراكز. جميل، يعني هذه الأنشطة وهذه المخيمات أستاذة صفية، هل ما زالت فرصة الالتحاق إلى اليوم متاحة أم أن تم الاكتفاء أو أخذ العدد الكافي؟
بالعكس يعني المخيم ما زال متاح لحد الآن وباب التسجيل متاح وبكل أريحية وبسهولة. نحن مستمرين إن شاء الله إلى تاريخ 30 ديسمبر، بدينا من تاريخ 12 اللي هو يوم الأحد الماضي، وما زلنا مستمرين في استقبال الأطفال والفتيات للاستفادة من هذه المخيم. كل التوفيق لكم أستاذة صفية، يعطيكم العافية دائما، يعني ما تقدمونه في نادي سيدات الشرقة بجميع فروعها دائما متميز ونراه ونلتزم تمسه على أرض الواقع بإبداعات يعني ملتحقين هذا النادي. شكرا لكم. العفو، يعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام، والآن ننتقل معكم إلى فقرتنا التالية، وفي فقرة كيف أصبح اليوم بنتعرف معكم من خلالها على صفات الصحفي المتمرس الناجح. خلونا نتابع. طبعاً هناك مجموعة من الصفات للصحفي الناجح. أولاً يجب أن يتمتع بالحس الصحفي. ما هو الحس الصحفي؟ الحس الصحفي أن يكون لديه فراسة في معرفة المعلومة وأهميتها، فهناك كم هائل من المعلومات التي تكون منتشرة في المجتمع، وانتقاء الخبر الهام من الخبر غير الهام، هنا يأتي دور الصحفي في عملية الاختيار الصحيحة. الشيء الثاني ما يتعلق بالمهنية. المهنية تعتبر من العوامل الرئيسية في نجاح عمل الصحفي، أي أن يتقن مهنته من الناحية الأكاديمية ومن الناحية العملية، فالخبرة العملية ضرورية ويجب أن تكون مقترنة بالدراسة الأكاديمية. طبعاً الصحفي يجب أن يتمتع أيضاً بعلاقات عامة كبيرة، سواء بطريقة عمودية من خلال العلاقة مع المسؤولين مباشرة، وهناك الطريقة الأفقية وهو علاقته مع الجمهور وأفراد المجتمع. كما يتمتع الصحفي بالشفافية في عملية نقل الأخبار وعدم تحريفها ونقلها بطريقة موضوعية ودقيقة جدا. يجب أن يكون للصحفي عمل تشريعي، أي يعرف قوانين البلد وتشريعاتها، ويعرف متى يمكنه أن يتحدث في هذا الجانب ولا يمكنه التحدث في جوانب أخرى. طبعاً الصحفي الناجح يترك بصمة مهمة في المجتمع من خلال ما ينقله من أخبار ومعلومات تفيد المجتمع، من معلومات سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، سياسية، ويستطيع الصحفي أن يشكل رأي عام إذا كانت المعلومة التي ينتجها معلومة هامة تفيد المجتمع. تبادر إلى ذهننا كيف أصبح صحفياً متمرساً في العمل الصحفي. أولاً يجب أن أتمتع بالحس الصحفي، يجب أن يكون لدي شهادة أكاديمية في العمل الصحفي، يجب أن يكون لدي الرغبة في العمل الإعلامي والصحفي. ثالثاً يجب أن أتمتع باللياقة الشخصية وكيف أستطيع التعامل مع كافة أفراد المجتمع. كما من النقاط الهامة يجب أن يتمتع الصحفي بالمرونة الهامة من خلال الحوار واللقاء سواء مع المسؤول أو مع أفراد الجمهور، من خلال انتقاء المعلومة الصحيحة وطرح الأسئلة الصحيحة في مكانها وعدم انتقاء الأسئلة التي لا تتعلق بالموضوع المثار حوله، أي قضية معينة سواء قضية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو أي نوع من هذه القضايا. وهنا نختم فقرتنا حول أهمية الصحفي الناجح وننتقل إلى فقرة أخرى.
ومشاهدينا الكرام، من فقرة كيف أصلحكم وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حديث المساء. نراكم إن شاء الله يوم غد في حلقة مميزة بإذن الله، ولذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل. مع السلامة.